دفاع المدني. الله يحميك دفاع المدني. قمنا اليوم بمظاهرة بمدينة كفر أمير دعما للدفاع المدني. الدفاع المدني هني اخوتنا قاموا بإنقاذ المدنيين وما زالوا إلى هذه اللحظات يقومون بإنقاذ المدنيين بالإضافة إلى تقديم خدمات إنسانية للمدنيين في المناطق الشمال السوري. رسالة للداخل للعون المظاهرات ما عملت شيء. الجيش الحر طلع من المظاهرات. الاعتراف الدولي فينا طلع من المظاهرات. لمينا ايدينا بايدين بعض من المظاهرات. باذن الله مظاهرات موجودة. حتى اسقاط النظام تحت الاهداف شعورتنا. تكبير. تكبير. الشعب كسوار كأحرار شمالنا في كل مكان، من كل مكان في مدينة مارع مع سوار تل رفعت وسوار في حلب الشمالي لتضامن أخوتنا في الدفاع المدني، وبنفس الوقت طلعنا ضد لجنة الدستور عملاء روسيا. لا دستور حتى إسقاط النظام، إنما نكتب الدستور هم أبناء الشهداء، أبناء المعتقلين، أبناء السوار. لن تخرج عناصر الدفاع المدني من سوريا لأنهم أصحاب أرض حقيقيين، هم منا ونحن منهم. من سيخرج من هذه البلاد بإذن الله هم الروس والإيرانيين والفصائل التي جلبت إلى هنا لقتل الشعب السوري. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا، شكرا لكل رجل وكل امرأة ولكل طفل أتى ليرفع الصوت رغما عن العالم المتخاذل ويقول الدفاع المدني من الشعب وللشعب. اليوم